شي عبد بن سدار بيقضي يوم القيامة ويزدي مش في راتي سيقول لي طب وانا ما كنوجدش الفطور الطبيعي اللي كتوجد الفطور انا عاك نفطر معاهم يعني ما نشري لي كادو انا بلا موجه مشرع انو نشري لي كادو كادو انا كنشري لي من العيد الكبير للعيد الكبير وانا بقيت فيا مسكين عامراتي ما عندهاش فلوس باش تشري الماكياج وكيكيات وديك الساعه بدا يسرسر لك كلشي نقول لك راجل والله خبيت عليك حاجه فين حكمتي شي نجي غدا معاك فهمتكم بغيتي نمشي نحبس بلاصتك كلوسي مصطفى ايوا انا مشيت لك عندها وشتي وعندها مفقوع عليا لا خويا حنا هادشي كاع عندنا في بلادنا في بلادنا الراجل هو اللي كان متسمع على المرات حني عيني على الارض يجي يقول لها صباح الخير صبحي على خير ورقد باش اختي تقول لك تدخل للدوش تحمم لك واحد شويه الماء دافي وخريقة وصويبه بني حد ملك تحت العرق عملي انت تخرج تلقاي لنا مزال واحد بريدي تاع عتاي مشحر بالنعناع انا كلهم قلقان عليا وغضبانين عليا وكيهضروش معايا قال لك فيا الهضره وفيا الدوي فيا الدوي توحشت المعزي اجي خاصكم ما تليفوني مصطفى خولك هاري مسخي تقفرتوها بعد انا ماشي قوليش صميت ما ميت ما قلت لي بدي لي برج ديالي بي كتفي ملي غاجي لمصطفى نقول لي راه قاع ما بدلنا الفراش والصالون وب 10 مليون قولي بدلناه مع 30000 وملي كندوي معاك انا في التليفون كتوقف عليا طام من هنا وحاجه من هنايا وكتحلفوا عليا بحال ما وكليات يقولي والله تقوليش حاجه تنحكي لك الانسان كنا نحك لك في فلوس سودانيه وداكشي علاش انا مصطفى انا ملي نشوفك نتخبى حيت لا شتك انت حيت انت راجلي نقدر نقول لك كلشي ونسلسل لك بكلشي اولا انا غنمشي نحوك جاي والله يشوفني مصطفى تيعلق على القعمود وعلق من ظهري قال لك البس هاد الحوايج دي سير لا الطعام اللي كطيب له انا كناكله ورا راجلي هذاك خصي صقعت لي على هاد الفايد الزينه اللي كندير انا راه واحد الكني ما يصلح مني ما يسوى وفين كنت الصباح انا قلب عليكم في الصالون مصطفى عيط صافي المره الجايه ولا تنقول لك كلشي وانا نبقى في دراسي اللي طيح كاع خرجي من بيتي تعال باغي تبلك شرب قهوه ياك هذا بيتي وياك تاكلي الحلوه اوا لا رمش انت راجل